مشاهدينا، لا بأس بتذكيركم بموضوع ملفنا الأول للنقاش وهو إرهاب الطرقات. نتكلم عن آخر حصيلة، ويشاركنا في نقاش هذا الموضوع ضيفنا الذي ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد سمير بوشحيط المكلف بالاتصال على مستوى مركز التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني. أهلا بك السيد سمير بوشحيط. صباح الخير لكم جميعا ولكل المشاهدين الكرام. صباحك سعيد وشكرا لك بداية على تلبية هذه الدعوة. شكرا لكم. سيد بوشحيط، بداية ممكن لو نبدأ هذا النقاش بلغة الأرقام، لو تفيدنا بآخر حصيلة مسجلة حول حوادث المرور. بالنسبة لحصيلة حوادث المرور المسجلة من طرف وحدات الدرك الوطني بطبيعة الحال عبر إقليم الاختصاص، حصيلة 10 أشهر الأولى تم تسجيل 5427 حادث مرور. خلفت هذه الحوادث للأسف 2327 قتيل وإصابة 9000 شخص بجروح مختلفة. إذن هذه الحصيلة كانت لعشر أشهر الأولى. أما حصيلة شهر نوفمبر فتم تسجيل 395 حادث مرور، خلفت هذه الحوادث كذلك مقتل 185 شخص وإصابة 662 شخص بجروح مختلفة. إذن بالنسبة للحصيلة الأولى اللي هي حصيلة 10 أشهر، الأسباب المختلفة لاحظنا تم تسجيل 1537 حادث بسبب السرعة المفرطة. السرعة المفرطة بطبيعة الحال في المرتبة الأولى وهي من الأسباب القاتلة اللي راهي نسبتها حوالي 30%. يليها كذلك السبب الثاني اللي هو تغافل السائق ب 625 حادث مرور. ثم السبب الثالث والذي لا يقل أهمية عن سابقيه وهو التجاوز الخطير ب 581 حادث. هذه هي الأسباب الثلاثة الرئيسية لوقوع حوادث المرور. نعم سيد بوشحيط، ممكن الحصيلة كانت ثقيلة نوعا ما خلال 24 ساعة الأخيرة، 3 وفيات في حادث مرور بولاية المسيلة، إضافة إلى 19 جريح بولاية الجلفة إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين. بالفعل يعني حصيلة الحوادث لو ننظر إلى الأرقام المسجلة خلال 24 ساعة الأخيرة، تم تسجيل عدة حوادث بكل من ولايتي المسيلة والجلفة. بولاية المسيلة تقريب تسجيل حادثين خلال ليلة واحدة أو خلال 15 ساعة الأخيرة. حادث يعني تسبب في مقتل 3 أشخاص بالطريق الوطني رقم 46 الرابط بين بلديتي بن سرور وولتام إثر اصطدام شاحنة من الوزن الثقيل من نوع جرة طريقي بمركبة نفعية. وحادث آخر كذلك بولاية المسيلة بالطريق الولائي رقم 4 الرابط بين بلديتي الخبانة وبسادة أيضا كذلك، وخلف للأسف الشديد وفاة شخص وإصابة شخصين بين سيارة سياحية ودراجة نارية، هذا على مستوى ولاية المسيلة. أما بالنسبة لولاية الجلفة والتي يعني في الحقيقة تحتل يعني مرتبة متقدمة ضمن حوادث المرور، تم تسجيل يعني حادث مرور لحافلة نقل المسافرين وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، والتي حسب المعلومات الأولية التي بحوزتي إصابة 8 أشخاص بجروح مختلفة. إذن هذين الولايتين لماذا تكثر بهما حوادث المرور؟ بهم عدة نقاط ومقاطع سوداء على مستوى شبكة الطرقات الممتدة على مستوى هذه الولايتين وخاصة بولاية المسيلة. نحن نعلم أن الطريق الوطني رقم 46 يعني تحدث به عدة حوادث مرورية خاصة في فصل الشتاء،
كذلك بالطريق الوطني رقم 45، هذا الطريق الرابط بين ولايتي المسيلة والبرج، كذلك به عدة مقاطع سوداء، وكذلك أشغال تهيئة هذا الطريق مستمرة ومتواصلة، ونتمنى تكون يعني يكون جاهز في أقرب وقت من أجل نزع هذه المقاطع السوداء، وحتى يتم يعني ويكون مهيئ أمام حركة المرور. كذلك بالنسبة لولاية الجلفة كذلك بها عدة نقاط ومقاطع سوداء على مستوى الطريق الوطني رقم 1، كذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 40، كذلك بين بلديتي سيدي العجال بالضبط بمنطقة العرجاء هذه، وكذلك بالطريق الولائي رقم 189 على مستوى بلدية مجبارة. دائما حوادث المرور تقع بهذه الطرق. بالنسبة للطريق الوطني رقم 1 به حركية كثيرة للمركبات، وهو الرابط بين شمال البلاد وجنوبها، إذا حركة مركبات الوزن الثقيل كبيرة جدا، حافلات كذلك نقل المسافرين، خاصة اللي نحن نعلم كذلك بأن ولاية الجلفة تربط يعني هي نقطة محورية تربط بين الشرق وتربط بين الجنوب كذلك الغربي وكذلك بولايات الشرق، إذا حركة مركبات نقل المسافرين تكون كبيرة على مستوى ولاية الجلفة، ولما يصل السواق لهذه الولاية أكيد يوصلوا في الصباح الباكر ابتداء من الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة والسابعة صباحا، ويكون السائق يعاني من التعب والإرهاق نتيجة السياقة لوقت طويل، إذا هنا تكثر بهذه الولاية حوادث المرور. نعم سيادة الرائد سمير بوشحيط، ممكن أعطيتنا أرقام عن الحصيلة المسجلة بولايتين، هل ممكن أو هل يوجد لديك إحصائية جامعة لكل ولايات الوطن وإن كانت أولية لحوادث المرور خلال 24 ساعة؟ لا أملك حصيلة حوادث المرور يعني خلال 24 ساعة الأخيرة، ولكن يعني لاحظنا يعني خلال هذه الفترة عدة حوادث مرورية بكل من ولاية بلعباس، حادث مرور مميت بولاية بلعباس كما قلت وذكرت ولايتي المسيلة والجلفة، كذلك بعدة ولايات حوادث المرور رغم تشديد الإجراءات من طرف وحدات الدرك الوطني على المخالفين والقيام يعني باتخاذ إجراءات ردعية في حقهم، إلا أنه ما زالت يعني حوادث المرور، ما زال السواق يعني يخالفون قانون المرور، عدم الامتثال لقانون المرور يشكل تحدي بالنسبة لمجهودات المؤسسة الأمنية، إذن هنا على جميع المواطنين وعلى جميع السواق أن يتحلوا بإرادة قوية أيضا من أجل مكافحة حوادث المرور، إذن مكافحة هذه المشكلة لا يقع على عاتق الوحدات الأمنية فقط، وإنما يجب تكاتف جميع الجهود من مواطنين وكذلك خصوصا احنا نتكلم على السواق كذلك وحتى المواطن له دخل كبير جدا عن طريق التبليغ عن المخالفات المرورية الخطيرة التي ترتكب عبر شبكة الطرقات عن طريق تزويدنا أو تزويد الدرك الوطني مثلا، تزويدنا بصور وفيديوهات لمشاركتها عبر صفحة الطريق للإعلام المروري، ومن أجل كذلك اتخاذ إجراءات ردعية في حق هؤلاء السواق. نحن لما يبلغنا المواطن على مخالفة خطيرة أكيد يعني نقوم بفتح تحقيقات في هذا الشأن ونقوم بمتابعة المخالفين وتوقيف المشتبه بهم. إذا رأينا الأسبوع الفارط يعني بولاية المسيلة حادث مرور أليم أدى إلى وفاة 9 أشخاص وإصابة 41 جريح في وقت يعني ضئيل جدا، هذه جريمة تعتبر جريمة، إذا قانون المرور سيكون مشدد، أو أقول قانون المرور الجديد الذي سيصدر لاحقا ممكن
خلال سنة 2023 سيكون مشدد وستتخذ إجراءات صارمة وربما ستصنف مثل هذه الجرائم ضمن الجنايات. إذا سائق يقود حافلة بسرعة 115 كيلومتر في الساعة في طريق يعني تكون السرعة المحددة به ب 80 كيلومتر في الساعة، إذا يبدو أن هذا قتل عمدي وليس قتل خطأ. نعم سيادة الرائد، ممكن الشيء الملاحظ بين الحادثين اللذان وقعا بولايتي الجلفة والمسيلة أنه الأول كان في ساعة مبكرة من نهار اليوم والثاني أيضا، هل بإمكاننا القول بأنه خلينا نقول أنه السائق وإذا ممكن قاد الحافلة أو قاد السيارة في مثل هذه الأوقات وهو متعب هذا يعتبر أيضا من بين أسباب وقوع حوادث المرور إضافة إلى الأسباب التي ذكرتها منذ لحظات؟ بالنسبة لسبب وقوع حادث ولاية المسيلة أو بلدية بن سرور، أقول بأن يعني سائق شاحنة الوزن الثقيل من نوع جرار طريقي اكتشف وجود يعني ممهلات جديدة بالطريق، مما أدى إلى الضغط على يعني الفرامل بقوة، انحرفت بالحافلة مباشرة، عفوا انحرفت بالشاحنة مباشرة واصطدم بالمركبة النفعية التي كانت تسير في الاتجاه المعاكس. إذا هنا أقول يعني بالنسبة للجهات اللي تقوم بتهيئة الطرق بضرورة وضع إشارات دالة على الأشغال بكثافة على مستوى الطرق، هذه الطرق التي تخضع إلى الصيانة. نعم. إذن حوادث المرور تكثر ليلا بهذه الطرق اللي راهي تشهد أشغال، إذن يجب على هذه الجهات وضع إشارات وتكون على مسافات بعيدة من أجل تنبيه السائق. السائق لما يكون يقود الحافلة أو المركبة ليلا ليس كالسائق الذي يقود الحافلة أو المركبة نهارا. نعم. هذا أول. أما بالنسبة لل يعني السواق اللي يقودوا الحافلات وخاصة حافلات نقل المسافرين، قلتها اللي يجب أن يكون يعني فيها سائق إضافي من أجل يعني باش يقدر يعاون سائق الحافلة الرئيسي. نعم. في قيادة الحافلة نتاعو ويوصل الركاب بأمان إلى إلى مقر سكناهم، وهذا يعني نادينا به مرارا وتكرارا من أجل وضع يعني نص قانوني ينص على معاقبة المتعاملين اللي راهم يخالفوا هذه التعليمة بالذات. إذا بالنسبة للسواق اللي راهم يقودوا الحافلات لمسافات بعيدة. نعم. ويقوموا بالسياقة لمدة تفوق 9 ساعات، هذا خطر كبير جدا، خطر عليهم، خطر على مستعملي الطريق الآخرين، وخطر على الركاب. الركاب راهم تحت مسؤولية هذا السائق. نعم. وإحنا نقول لا يجب يعني هذا الركاب اللي راهم يركبوا في الحافلة، لا يجب أن من غير المعقول أن الراكب هذا يسلم أمره إلى هذا السائق. إذا كان هذا السائق ارتكب تجاوزات، هناك أرقام خضراء. نعم. لمصالح الأمن للبرك الوطني، عندنا رقم 1055، عندنا صفحة طريقي، إذا يمكن تبليغ عن هذا السائق ويكون عندنا سدود ثابتة. نعم. ونقاط ثابتة ودوريات عبر شبكة الطرقات سواء ليلا أو نهارا. نعم. وتتخذ إجراءات يعني عادية في هذا. نعم. الشأن. رائد سمير بوشحيط المكلف بالاتصال على مستوى مركز التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني، شكرا على مشاركتنا هذا النقاش وعلى كل المعلومات. شكرا لكم.